تبسم تراني بقربك انا وخلي الحزن ينتهي والعناء. في انطلاقة لم يسبق لها مثيل وفعاليات تجمع ما بين المودة والمحبة والإخاء ورفع روتين العمل اليومي وكثرة الأعباء، انطلقت الرحلة الترفيهية إلى المنطقة الشرقية بالدمام بقيادة قائد مجمعي راية الفرقان والرسالة بالبديعة الأستاذ متعب الغيلان. يرافقه في ذلك لفيف وعدد من المسؤولين بإدارتي القطاعين المختلفين، حيث بدأت الرحلة في باص تويوتا تراز HL.1 ياباني الصنع بقيادة مسؤول المواصلات رفيق مطحنة، والذي أشرف بنفسه على تجهيزات معدات المركبة وسلامتها. يأتي ذلك خلافا لما ذكر من إشاعات تندد بتنسيم أحد الكفرات وحدوث تلفيات خلال السير، هذا ويشهد لرفيق مطحنة بأنه من المسؤولين المتميزين في القيادة الآمنة وأنه على درجة سائق طيار، لديه الخبرة الكاملة في علوم المحركات والتلبيكات. ومن جانبهم أعرب الجميع عن شكرهم البالغ للسيد شهاب الفاتح مسؤول الإسكان لاختياره الموفق لإسكان الوفد المشارك في الرحلة، هذا في إطار من التعاون المشترك من مسؤول السياحة والفندقة سيد بسيوني، والذي رسم خريطة الرحلة الترفيهية شاملة كورنيش الخبر وشاطئ الهافمون وشواطئ العزيزية ثم منطقة الجبيل الصناعية وشاطئ الفناتير. وقد استخدم مسؤول الإعاشة والتموين علي بسيوني أساليب التقنية الحديثة في الإدارة عن بعد والاعتماد على الغير، مستقبلا الجميع بالفواكه والشاي والمكسرات وتناول المشويات. وفي اليوم التالي الفطور الجاف تبعه مطاعم ماضينا والكبسة الدمامية بقرية الخبر التراثية. ولما لها من أثر بالغ في نفوس الجميع، لم يتغافل أحد عن دور مسؤول الرياضة الأستاذ محمود المسؤول عن شؤون موظفين الرسالة، حيث أشرف على مجموعة من الألعاب والمسابقات من كرة القدم وركوب الدبابات البرية وعربات الخيول المتحركة ورياضة الغطس مع المحافظة على السراويل بمتابعة دقيقة. وتضمنت الجولة محيطا من الترابط والألفة والمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بمشاركة مسؤول الدعوة والإرشاد الأستاذ أحمد براية الفرقان، يتخلل ذلك مسابقات ثقافية قيمة أشرف عليها مصطفى حمدي مسؤول الثقافة والإعلام، حيث أقام عدة مسابقات طرح لها مبالغ نقدية كبيرة فئة 50 ريال، وكذلك جوائز عينية من الجوالات والأجهزة الذكية، فاز بأحدها الشبل المشارك حسام مصطفى. هذا ومن الناحية المالية استطاع محمد الجمال المسؤول المالي بالشركة إدارة الميزانية بشكل جيد وفعال، أوسع فيها النفوس دون النظر إلى الفلوس مستخدما مبدأ ريح الزبون، تحقق ذلك في إطار من متابعة المستهلك وحماية الفساد وعدم التلاعب بالميزانيات أو التبذير والإسراف في الوجبات، والاقتصاد التام في أكل الحلويات من خلال مسؤول حماية المستهلك الأستاذ محمود براية الفرقان. هذا وقد تحدث إلينا أيمن عامر المستشار الخاص لسعادة مدير المجمع بأن جميع برامج الرحلة تسير على قدم وثاق وفي اتجاهها إلى العودة بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد مشاركة دعوة الغداء عند أبي منصور صاحب صلة القرابة بالنسب للشيخ متعب بمنطقة الجبيل. هذا أعزائي، وسنوافيكم بآخر المستجدات في النشرات القادمة. مع كل دنياي تصبح سنة، تبسم تراني بقربك أنا وخلي الحزن ينتهي والعناء. أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا. أنا يا رفيقي أحبك كثير ولجل المحبة تراني هنا، عساك تهني ودايم بخير
وتضحك حياتك ليوم الفناء. أنا يا رفيقي أحبك كثير ولجل المحبة تراني هنا، عساكم تهني ودايم بخير وتضحك حياتك ليوم الفناء. تبسم تراني بقربك أنا وخلي الحزن ينتهي والعناء. أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا. لقانا الخير وجمعنا الهدى وفي حب ربنا ما حبنا، عسانا بدرب الأخوة نسير ونختم بنور العفو دربنا.